يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الرياضه اللي هنتكلم عنها في الفقره الاولى الحواريه في حلقه النهارده رياضه قعدنا لفتره طويله مجرد بنسمع عنها او بالكثير متفرج عليها في الافلام الاجنبيه. كرة القدم الأمريكية أصبح ليها تواجد وابتدت كمان تبقى منتشرة بشكل لافت للأنظار في مصر في الفترة الأخيرة. تعالوا نتكلم أكتر عن هذه الرياضة ونعرف وصلت في مصر لغاية فين وإيه هي قوانينها. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن إسلام محمد مدرب كرة القدم الأمريكية. صباح الفل عليك صباح النور يا كابتن. إزي حضرتك؟ صباح الهنا. وعلى فكرة دي أول مرة نستضيف حد بيتكلم في كرة القدم الأمريكية لأن هي مش حاجة كومن طبعا في مصر. فحابين نعرف منك كابتن إسلام في البداية أصلا ازاي دخلت عندنا وهل في اصلا لعيبه عندنا بتحبها ومتالقين واحنا بنتكلم على مستوى فرق ولا انديه ولا منتخبات يعني خلينا نعرف منها. تمام. هي اللعبه في مصر بقى لها حوالي اكتر من 15 سنه بس هي ما كانتش منتشره قوي الفتره اللي فاتت. بقى لنا 5 سنين كده اللعبه بتنتشر ان احنا بيجي لنا لعيبه من بره ومدربين من بره بتقعد معانا اكتر من البداية كانت المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية بتهيألي دي حقيقة يعني كانت بدايتها في الجامعات أكتر حاجة. أوكي. بعد كده في دخلت نوادي قعدت فترة كبيرة في النوادي ولعبنا ماتش منتخب كان مع منتخب المغرب. بعد كده عملنا أكتر من 8 فرق وبقى في فرق بنات وفرق أولاد بنلعبها كل سنة دوري كل سنة بيتعمل متنظم ميعاده وبقى لنا سنتين أهو الحمد لله بيجي لنا بتاع كل مره مدرب من بره او لعيب من بره لحد ما بقى 8 فرق لازم يجي لهم كل سنه لعيب او مدرب من بره يعرفنا اللعبه اكتر ويفهمنا في اللعبه اكتر بكتير من اللي احنا وصلنا له. كل سنه لازم يجي مدرب من بره؟ لازم. مش في مرحله معينه المفروض نبتدي نعتمد على اللي عندنا جوه بقى؟ ما هي الفكره ان انت مهما بتوصل في اللعبه دي بتحاول تانفولف اكتر الفكر اللي بره. ان انت مهما بتدرس لسه برضو مش هتوصل اللي بره عشان اللعبه مش منتشرة عندنا ولا الثقافة كلها عندنا في الحتة دي. بس أنا عايز أسألك على حاجة برضو يعني أنت بتتكلم في 15 سنة اللعبة دي موجودة بس هي فعلا ما مش كل الناس تعرف يعني لأن هو ما تعرفش لأن ما فيش حاجات على الأرض حاصلة تخلينا نلتفت ليها برضو خلينا نبقى صرح هي ولا ده نقص إعلام مثلا في التغطية. هي دي حقيقة يعني احنا اللي ناقصنا بس إن اللعبة تتعرف شوية أكتر يعني احنا الحمد لله إن احنا ابتدينا نطلع تعرفنا على قناة الأهلي والحمد لله فبنحاول الفترة الجاية ندخل النوادي يبقى لينا فرقة في كل نادي دي هتفرق معانا جامد لأن احنا السنة اللي قبل اللي فاتت جالنا فرقة من أمريكا لعبت معانا وفرقة من المغرب دي فرق بنات. السنة اللي قبليها جت فرقة الإمارات لعبنا منتخب مصر ومنتخب يعني الإمارات يعني بنات بيلعبوا بنات هنا عندنا فرقة بنات. أوكي. اللي قبليها كان منتخب مصر ومنتخب الإمارات ولعبوا ماتش كان حلو جدا وكان متغطي أكتر بس كان كلها بتبقى على النت يعني ما فيش دخلت الميديا لسه ما دخلتش عندنا قوي كده. هل الرياضة دي ليها اتحاد في مصر؟ اتحاد بس اتحاد خاص يعني مش اتحاد تبع يعني اتحاد تبع أفراد يعني احنا فرق متجمعة تحت بند اسمه إيفاف. إيفاف ده هو اللي بينظم الدوري كل سنة هو اللي بينظم الماتشات هو اللي بينظم الحكام هو الكلام ده كله. احنا برعاية أفراد ليه مش كيان ليه مش جهة ليه مش وزارة شباب ورياضة ليه مش تحت مظلة كيان يقدر يتولى بقى كل الحاجات المتطلبات الرياضة دي. هي دي احنا حاجة بنتمناها يعني احنا حاجة بنتمناها الفترة اللي جاية ان وزارة الشباب تدعمنا في الحتة دي. اللعبة منتشرة جدا ان احنا بنتكلم في اكتر من 600 لاعب ولاعيبة بيلعبوا كل سنة في اوقات يعني موجودة متحددة ناقصنا بس ان احنا نبقى لنا يعني كيان نقدر نعلى بيه ندخل في الميديا اكتر نتذاع على التلفزيون الكلام ده هيفيدنا جدا. واللعبة كثقافة هي اغلبية المصريين عندهم الثقافة دي عندهم الفكرة عندهم الفكرة دي طلعوا شافوا يعني شافوا الافلام شافوا الكلام ده كله. حتى لما بنيجي نتكلم مع حد نقول له ان احنا بنلعب اللعبة دي يقول لك ايه ده دي موجودة في مصر ده انا نفسي اجرب. فاحنا بس فاضل لنا حته صغيره ان النوادي تدعمنا وان احنا ندخل جوه النوادي واللعبه دي هتنتشر بسرعه جدا في مصر. طب اتكلمتوا حاولتوا مع اي مثلا انديه تعرضوا عليها الفكره تقول لهم احنا عندنا يعني بوتنشال كبير في لعيبه مستواها كويس لو لعبنا لو دخلنا اللعبه ولا كلها اماني؟ احنا بنحاول 15 سنه في الاماني. والله احنا بنحاول يعني في نوادي دعمتنا ولعبنا ماتشات على ارضها لعبنا ماتشات على الاستاد الاولمبي لعبنا في كذا حته بس هي الفكره ان في حته الاخيره دي ما بتكملش يعني احنا الحمد لله عندنا لعيبه دلوقتي بتلعب في انجلترا لعيبه بتلعب في المانيا لعيبه طلعت بره واثبتت نفسها كويس قوي. فاضل بس ان احنا الباقي ده يتحط عليه اللي هو السبوت لايت. بس ازاي خدوا يعني ازاي جالهم العقد يعني هل حد جه اتفرج على المستوى هنا ولا هم اللي قدموا واتقبلوا؟ لا هم قدموا بره واتقبلوا يعني احنا حاولنا يعني حتى المدربين الاجانب اللي جولنا حاولوا ياخدوا لعيبه معاهم بره وفي لعيبه نجحت في لعيبه طبعا رجعت تاني
بس هي الفكره ان احنا نطلع بس، يعني احنا لو طلعنا او لعبنا ماتشات منتخب اظن ان احنا هنلاقي لعيبه كتير مصريين بتلعب بره ومستريح قوي. اوكي، هي عموما اللعبه دي يعني قوانينها ايه؟ عدد اللاعبين في كل فريق بيكون قد ايه؟ نظامها ايه باختصار؟ باختصار هي اللعبه دي بتناسب اي حد، يعني احنا اللعبه دي مش بتحتاجش جسم معين، ما بتحتاجش ذكاء معين، ما بتحتاجش سن معين، بيبقى فيها التحامات قويه. ما هي حتى بيبقوا لابسين حاجات معينه عند ده دي كلها عشان السيفتي، يعني احنا اللعبه الاكثر سيفتي، يعني احنا قوانين اللعبه اكتر من اي لعبه موجوده في العالم. احنا الرول مثلا الرولز عندنا مش بعيد تبقى اكتر من الكوره اضعاف عشان تحافظ على السيفتي بتاعت اللعيب، عشان اللعيب ما يتصفش. فحتى سن احنا في مصر بنبدا من سن 16 سنه او 18 سنه عشان اللعيب بيكون واعي. بنبدا بحوالي 11 لاعب في الملعب، الفرقه ممكن تتكون من اكتر من 60 لعيب، فرق البنات بتبقى اصغر شويه. بيلعبوا في الماتش بيبقوا 11 ضد 11 11 بس طبعا. وبيبقى فيه تغييرات كتيرة لان الفرقه بتبقى متقسمه ثلاث حاجات، حاجه اسمها اوفنس وديفنس وسبيشال تيمز. كل فرقه فيهم بتبقى ليها دور معين في الملعب، دور معين بتنزل تاديه. فكرتنا ان احنا في الملعب ان انت بتكسب ارض، بتحاول تكسب ارض من الفرقه اللي قدامك. الاوفنس بيحاول يكسب ارض، الديفنس بيحاول يوقفه لحد ما توصل لحاجه اسمها التاتش داون اللي هو يعتبر الجول بتاعنا بس. يعني طب هي دي نفس الرولز بتاعت امريكا، يعني هي جايه يعني ما غيرناهاش لما جت عندنا؟ هي لا لا بالعكس. اوكي انا عايز اسالك، خلينا برضو نعرف عنك اكتر لان يعني احنا دخلنا في الموضوع على طول. انت اصلا يعني بتدرس بتشتغل لعبه الامريكان فوتبول، انت اصلا دخلتها امتى؟ يعني خلينا نعرف اكتر. هو انا لعبت الامريكان فوتبول وانا في الجامعه، بدأت فيها ولحد دلوقتي لسه مكمل. اتخرجت وانا لسه بلعب، بقيت امرن وبتمرن في نفس الوقت. بحاول اوازن بين الاثنين. ما بتحصلش كتير دي، بقى لاعب ومدرب في نفس الوقت. هي دي حاجه حلوه ان انت انت بتحاول تابجريد نفسك لحتت تفهم فيها اللعبه اكتر. فان انت تبقى بتمرن وبتلعب بتبقى صعبه شويه، وان انت جوه الملعب بيبقى عليك دور كبير قوي، بس هي حاجة حلوة. بمناسبة الملعب، انتوا بيبقى الملعب ليه يعني مساحات معينة، ليه وضع خاص، ولا بتلعبوا على أي ملعب بس وتحطوا الكونز اللي هي المتطلبات واللي هي العزيتين؟ انتوا بتسموهم ايه انتوا؟ الجول بوست. اوكي. الجول بوست. يعني هل البنية التحتية الرياضية في مصر تسمح بانتشار الرياضة دي، ولا هي يلزمها ملاعب معينة بتفاصيل معينة؟ لا، هي ممكن تتلعب على أي ملعب 11 عادي، إن احنا بنقسم الملعب 100 ياردة، وفي بيبقى 10 ياردة في الآخر هنا و10 ياردة في الاخر هنا. دي بتبقى عباره عن الجولز، وبتبقى متقسمه ياردات، ان انت بتحاول تكسب الياردات دي كلها طول ما انت بتلعب. فاحنا كبنيه تحتيه احنا عندنا الحمد لله ملاعب كتيره قوي ومحترمه قوي نقدر نلعب عليها، منها الملعب الاولمبي ده اللي قعدنا نلعب عليه اكتر من 4 سنين. أوكي. ده كان حلو جدا، ده اكتر ملعب لعبنا عليه. لعبنا في فرق في نوادي، يعني لعبنا على ملاعب في نوادي ثانيه بره. فهي البنيه التحتيه عندنا تستحمل، نقدر ننفولف اللعبه دي اكتر في الملاعب الموجوده دلوقتي. اوكي. وكل الفريق الموجود دلوقتي هو متخصص بس او مركز بس في اللعبه، ولا في ناس بتشتغل؟ انت مركز في التدريب وفي نفس الوقت انت بتتمرن، مفيش شغل لوحده؟ لا بشتغل، يعني اخصائي تغذيه رياضيين بره. اوكي. طب يعني اوكي، انت بتلحق تنام امتى؟ والله بنحاول. لما انت لاعب ومدرب وبتشتغل، طب انت بتنام امتى؟ والله بنحاول، الحمد لله الحاجه اللي احنا بنحافظ عليها اللي هي صحتنا والرياضه. برافو عليك، دي حاجه جميله. عجبني الاصرار، فكره ان هو بيحب رياضه معينه مش واخده حيز كبير من التغطيه الاعلاميه او الاهتمام الجماهيري، بس انت مكمل فيها وبتحاول تعمل فرق وبتحاول تدخلها الانديه المختلفه في مصر عشان تعملوا منتخب. فده كويس، ده كويس جدا. يعني احنا بنحاول الحته دي، يعني الحته دي هتفرق معانا احنا قدام. يعني احنا كمصريين احنا بس فاضل لنا ان احنا ندخل الفكره دي عند المصريين، واللعبه دي هتنتشر جدا. المصريين بيحبوا اللعبه دي. المنتخب المزاريطه اللي ما كانوا بيلعبوا في جزء زلق من الكبير قوي. لا هي دي كانش ليها علاقه خالص بالامريكان فوتبول. ما تنكرش انها ساعدت على انتشار الرياضه. دي حقيقه، هي دي حقيقه. والله بكلمك جد، كان للموضوع ده انعكاسات. دي حقيقه. احنا لحد دلوقتي لما تيجي تتكلم حد تقول له انا بلعب امريكان فوتبول اللي طلعت مع الكبير قوي في المزاريطه، فهي واخده حيز كبير من حياتنا فعلا. احنا عاملين فريق نار. دي حقيقه.
طب من وجهة نظرك كابتن اسام، ازاي ممكن اللعبة دي يبتدي يبقى فيها سبوت لايت اكبر، او مش بس تغطية اعلامية؟ تغطية اعلامية بالمناسبة اسهل حاجة، يعني دلوقتي طلعت معانا في قناة الاهلي، انا متأكد انك هتطلع في قنوات تانية، دي سهلة، لكن انك تخلي الناس الجماهير تركز معاك وتحب اللعبة وتشجع اولادها ان هي كمان تمارس اللعبة من هم صغيرين، وبتبقى تبقى زي السباحة وتبقى زي الرياضات الشهيرة دي، هتبقى صعبة ومحتاجة بلان منكو، شورت تيرم ولونج تيرم بلان. فازاي ناوي تعمل ده؟ انت طبعا هي بقى لها 15 سنة، بس انت مش بقى لك 15 سنة، يعني انت بقى لك كام سنة تحديدا وناوي تعمل ايه بقى؟ احنا بقى لنا 8 سنين يعني بنحاول نوسع الاريا بتاعتنا، بنحاول نطلع لمحافظات تانية، نبقى فيها فرق، نحاول نخلي كل سنة. ما فيش غير في القاهرة حاليا؟ دي حقيقة. يعني القاهرة والجيزة هي بيبقى اكتر، في اكتر فرق فيها. بنحاول نكبر المنطقه دي، بنحاول ندخل الفكر ان انت تربع المصريين فاكرين اللعبه دي كلها خبط اصابات والكلام ده كله، لا خالص. يعني احنا كسيفتي، احنا من اكتر اللعب اللي فيها سيفتي، بتحافظ على السيفتي بتاعت اللعيب، بتحافظ على صحه اللعيب، بتخليه بيتمرن حوالي 9 شهور في السنه. مفيش لعبه اظن بتخلي دلوقتي ان انت تتمرن 9 شهور او 10 شهور في السنه عشان تيجي تلعب في الاخر الدوري. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نحاول ندخلها في الاتحاد. اللعبه دي لو دخلت في الاتحاد هتفرق معانا جامد، ان عندنا لعبه الرجبي اللي هي لعبه شبهنا شويه بس من غير رولز، دخلت الاتحاد بقى بتدخل كاس العالم بتاع الرجبي، بقى ليها ماتشات دوليه كل شويه، ففرقت معاهم جامد، اتعرفت اكتر. بالنسبه ايه الفرق بين الامريكان فوتبول والرجبي؟ هي فرق رولز، فرق لعيبه، فرق حركات، فرق لبس. طبعا الكوره واحده في الحالتين؟ لا، كره الرجبي اكبر شويه. اوكي. بس نفس الشكل بتاعها. نفس الشكل شويه. بس هي الرياضه دي برضو يعني حتى لما بنتفرج على الماتشات او بنشوف يعني لقطات في نشرات اخباريه رياضيه مختلفه، دايما بتبقى مرتبطه بالعنف، حتى لو يعني خارج اطار المنافسه جوه الملعب. يعني دايما بتقوم خناقات لرب السماء في الرياضتين، هي دي والهوكي. هوكي الجليد. فاكر هوكي الجليد؟ لما بتقوم خناقات ده احنا قعدنا فتره. والله قعدنا فتره مش هزار، كل خبر بنسيه عن هوكي الجليد خناقة الرب. وصل الموضوع خناقة مع الجماهير. في وقت من الاوقات كان في كده فعلا. هي دي حقيقة. بس احنا كلعبة لا، ما فيهاش، ما اظنش ان احنا في خناقات خالص بتحصل في الماتشات. في حد ادنى من مواصفات الجسمانية لازم تكون موجودة في اللعب؟ احنا كلعيبة يعني في فرق بوزيشنز، يعني احنا حوالي اكتر من 11 او 12 بوزيشن بيبقى في الملعب، فكل بوزيشن بيبقى محتاج امكانيات معينه من اللعيبه. بتشمل كل اللعيبه من كل البوزيشنز ولا بس في الهجوم بس اكتر؟ يعني الفكره الالتحام بيحصل للي معاك كوره، ان انت بتحاول ترمي الكوره لحد يمسكها وهو بيجري، بتحاول ان انت توقفه. فانت بتحاول ان انت توقفه. عندنا رولز، ما ينفعش مثلا تكعبله برجلك، ما ينفعش تمسكه من ناحيه النيك اريا كلها، كل ده رولز اللعيبه، بس انت بتحاول تمسكه من عند الكتف، من عند الويست. فكلها سيفتي، ان انت مش هيحصل لك حاجه. هي الفكره بس ان احنا متاخد عندنا فكره ان هي اللعبه كلها اصابات، كلها شحن، كلها خبطات. لا خالص، ممكن تاخر اهالي كتير، ممكن يبقوا هم بيفكروا. دي حقيقه، دي حقيقه. بس هم لو جم اتفرجوا على الماتشات وشافوا الفرق وشافوا الحكام، ان احنا عندنا 7 حكام بيبقوا في الملعب، مش هيفهموا الفكره دي شويه. ده يا اسلام الراجل اتعجن. بص هو ده انا انت اللي بتتعجن. بس بقول لك ايه، مفيش حد عارف يوقفه. بس هو زي ما شفنا عادي، اللي هو انت يعني الالتحام هيتقتل المهاجم اللي معاك. الالتحام بيبقى هو يعني اللي هو كله بيقع على نجيله، مفيش خبطات، كله محمي، جسمك كله بيبقى فيه سيفتي، ان انت ما يحصلكش اي اصابات. طب والشكل بتاع الجسم، يعني انت قلت ينفع كل الاجسام، بس انا شايفه مثلا انت ليك شكل معين، مواصفات معينه. هل كل اللعيبه كده؟ لان انت لو كده وحط تاني مثلا رفيع هتبقى كارثه. دي حقيقه. صح؟ بس هي كل بوزيشن بيبقى ليه امكانياته. أوكي. يعني في محتاج الرفيع، محتاجه المليان شويه، محتاج اللي بيعرف يجري، محتاجه اللي بيعرف يبزق. ايه هي المواصفات الاهم اللي لو كانت موجوده في اللاعب فهيبقى متميز قوي في الرياضه دي؟ هل هي مثلا السرعه في الانطلاق؟ هل هي القوه؟ هل هي القدره على المراوغه؟ يعني بتحتاج ايه اللعبه دي؟ اي كيو ان هي اللعبه زي الشطرنج، ان انت بتحاول تكسب الارض، فانت لازم تبقى دماغك شغاله في ثانيه. يعني انت المنطقه دي اتقفلت، تحاول تجري الناحيه الثانيه، تحاول يبقى عندك فوت وورك، بتعرف تحرك رجلك بسرعه، بتعرف تسويتش بوزيشن من ناحيه لناحيه، الكلام ده كله انت بتبقى محتاجه. القوه البدنيه محتاجها، بس ممكن يجي واحد رفيع مثلا وزنه 50 60 كيلو تلاقيه بيوقفك وانت مش عارف هو بيوقفك ازاي، بس هو عشان هو بيعرف يشغل دماغه بس. مش هيوقفك ازاي فعلا ابو 50 60 كيلو ده؟ من تحت بقى بتحاول يمسك من تحت. انت مالكش عادي غير مقص حراميه في حياتك، عادي يوقفك. دي حقيقه.
ده لو عارف كمان. ده لو عارف صحيح على رايي. طب بالنسبه للبنات بقى، الفرقه بتاعه البنات ازاي اصلا كونتوها؟ يعني اقنعتوا البنات ازاي؟ هي الفكره ان لعبه البنات هنا بتبقى لعبه اسمها فلاج فوتبول، بتبقاش زينا، ما بيبقاش فيها التحامات كتيره، هي بس فلاج حوالين الوسط بيبقى نازل منه زي عالمين، لما بتشد العالم بتقف، فبتبقى محتاجه بقى السرعه والاي كيو بيبقى شغال على طول معاهم. بس احنا عندنا في مصر الحمد لله فرق البنات بجد بتتطور بسرعه قوي، يعني احنا عندنا جت فرقه من امريكا وفرقه من المغرب ولعبنا دوره، الحمد لله فرقه مصر هي اللي خدتها. طب حلو. من امريكا، من امريكا، من اصل البلد. دي حقيقه، دي غريبه. كان سن كام؟ لا احنا فوق سن ال 18، يعني احنا من بعد فوق سن ال 18 اي حد يقدر يلعب اللعبه. يعني الفريق ميكس، ما فيش سن معين؟ لا لا، ما بيبقاش من الاعمار. طيب فكره ان انتوا تحاولوا تزودوا من انتشار الرياضه دي مثلا في الجامعات المختلفه، في المدارس الثانوي المرحله السنيه الاكبر شويه، هل بتخططوا للحكايه دي ولا ماشيين فيها ازاي؟ هي اللعبه بدات ان هي كانت في بعض الجامعات، حوالي 4 أو 5 جامعات اللعبه بدات فيهم، وبعد كده ابتدت تتنشر بره، بقينا نعمل فرق بره. انا اقصد الجامعات الوطنيه، الجامعات المصريه، انا عارف انها موجوده في جامعات اجنبيه موجوده من سنين، بس انا بتكلم على انها تنتشر اكتر في الجامعات المصريه في وسط الطلبه والطالبات اللي في الجامعات المصريه، جامعه القاهره وجامعه عين شمس والمنصوره واسكندريه الى اخره. هل في فرصه لجعل هذه الرياضة تنتشر في الجامعات؟ ما دي بقى محتاجين اللي هي الزقة الأخيرة، يعني محتاجين الزقة من وزارة الرياضة إن احنا نقدر ندخل الجامعات دي، ونقدر إن احنا نقدر ناخد الملاعب، نقدر ندخل نعمل زي معسكرات جوه، نعمل تمارين جوه. الناس لو شافت اللعبة دي أو عرفت إن هي في مصر، اللعبة دي بجد هيبقى ليها شعبية كبيرة قوي في مصر. جميل. فهي دي اللي بنحاول نعملها، ان احنا نوصل للحته الاخيره دي، ناخد البرميشن من وزاره الرياضه ان احنا ندخل الجامعات، ندخل بعض المدارس، ندخل الكلام ده كله. شوف 10 ولا 15 سنه 8 دلوقتي لسه مستنيين برميشن. الموضوع يعني محتاج زقه، هي يعني احنا بنحاول في الحته دي بقالنا كتير قوي، بس مش عارف ليه بيوقفونا كل شويه. يعني ما عرفتش توصل دكتور اشرف صبحي مثلا؟ دكتور اشرف صبحي جه وحضر معانا دوري قبل كده، ويعني ادانا كلمه بس. يعني ما حدش تابع معايا. طب على الاقل الاعذار اللي بتتقال لكم كتبرير للتاخير ايه؟ بيقولوا لكم ايه؟ ظروف، يعني بتبقى اغلبيتها ظروف. هل في بادجت معين هتحتاجوا الرياضه دي مثلا؟ يعني خلينا نفهم ايه الاوبستكلز، ايه المشاكل يعني؟ هي ممكن تكون محتاجه مصاريف في الاول، ان انت بتشتري الاكويبمنت دي كلها. بالعكس، لو عرفنا نصنع الاكويبمنت دي في مصر، احنا مش هنحتاج نصرف ولا ربع المصاريف اللي احنا بنصرفها دلوقتي. الاكويبمنت دي فاكره ان انت بتجيبها من بره، بتجيبها من امريكا. مش قابله للتصنيع في مصر؟ سهله جدا، سهله جدا تتعمل في مصر. المشكله فين يعني؟ هي الفكره ان احنا نزود الشعبيه، نبقى معروفين، ناخد البرميشن من وزاره الرياضه ان احنا نقدر ننزل على ارض الواقع، نقدر نحضر بعض الملاعب. طب انت دلوقتي عندك برضو من ضمن الحاجات اللي من شأنها انها تساعد قوي في نشر اي شيء حتى لو كانت فكره، واخد بالك؟ السوشيال ميديا. انتوا فين من السوشيال ميديا؟ وهل مثلا بتاخدوا كليبات متمنتجه من مباريات معينه وتنشروها على قد ما تقدروا، فده يزود من يعني الناس تشوفها؟ دي حقيقه، ان احنا منتشرين جدا زي على الانستجرام، زي على الفيسبوك. ساعات لما جبنا الماتشات من بره، بعض الانفلونسرز كلهم جم حضروا الماتش وصوروا اللعبه، ساعتها زادت شويه، وصلنا لان احنا كنا هنلعب كاس العالم بتاع الامريكان فوتبول السنه اللي فاتت، بعد كده حصل ظروف ما عرفناش نطلع نلعب ماتشات بره. بس فالفونز لو زادت شويه احنا هنعرف نزود اللعبه برضه. انتوا قاطعين شوط، يعني مبدئيا نقدر نقول ان انتوا قاطعين شوط تجاه ترسيخ الرياضه دي في مصر. دي حقيقه، ان احنا كل ده احنا اللي عاملينه، احنا اللي صارفين عليه، احنا اللي بنكبرها، يعني كل ده الانديفيديوالز نفسهم هم اللي بيحاولوا. يعني تمويل ذاتي، انتوا كل حاجه بتصرفوها انتوا. دي حقيقه، يعني احنا بنحاول حتى برضو اللعيبه لما تيجي، اللي يقدر مثلا بيشتري الاكويبمنت، اللي بيقدر يحضر نفسه، كل الكلام ده احنا بنحاول نساعد بيه اللعيبه، واللي بيقدر يعني يساعد نفسه بيحاول يزق نفسه للفتره اللي هي لحد الدوري. طب لما جت، انت قلت فرق مختلفه جت من امريكا وغيره لعبتكم هنا، جم على حسابهم الشخصي ولا انتوا اللي دفعتوا لهم؟ لا احنا دفعنا لهم برضه. الله، مجهود شخصي. مجهود شخصي ان احنا نحاول ننشر اللعبه دي على قد ما نقدر. يعني بص، الحاجه الوحيده المضيئه في الجزء الحزين ده من الحماس هو شغفكم انتوا شخصيا وحرصكم انتوا شخصيا على ان انتوا بتاوحوا ضد الظروف وضد كل الـ يعني المعوقات، ومتحملين التكاليف انتوا شخصيا. بس الحقيقه ده لازم يقف في مرحله معينه، يعني ات سام بوينت كده لازم يبقى في
جديد بقى في الملف ده. ما هو ده بقى اللي احنا بنحاول، ان احنا الحمد لله دلوقتي في قناه الاهلي نحاول ندخل مثلا ملاعب النادي الاهلي، ندخل جوه النادي، نحاول ننشر اللعبه جوه النادي. واظن ان انت لو نشرتها جوه النادي الاهلي مش محتاج تنشرها في اي حته ثانيه. تواصلت مع اي حد من القائمين على النشاط الرياضي في النادي الاهلي مثلا؟ اتكلمت معاه في الموضوع؟ لا الصراحه. طب ما دي خطوه ناقصه لازم تتعب. دي ممكن نحاول. واكيد هيبقى في ترحيب، يعني فكره حتى ان يعني تاخدوا وتدوا مع بعض في الكلام وتشوفوا الموضوع ممكن ياخدكم لفين. دي ممكن نحاول فيها الفتره اللي جايه ان احنا نحاول نزق نفسنا ان احنا نحاول ندخل جوه النادي الاهلي. رائع جدا. هي بص هي هتبقى صعبه طبعا، شغل محتاج في الاول، بس لو تم اعتقد هتبقى حاجه محترمه جدا وممكن تضيف للرياضه المصريه. وبعد كده بقى تاسسوا الاتحاد طبعا بشكل رسمي، وهياخد وقت طبعا ربما سنين. بس يعني بس هو ده ما يتخافش عليه، عنده اصرار بس هيتعمل في النهايه. فيعني بالتوفيق اكيد كابتن اسلام. لو انت حابب بقى توضح حاجه عن اللعبه، لان الوقت خلاص تقريبا بيخلص، لو انت حابب تعمل رساله لحد بيسمعنا براحتك. لا هو انا بس بحاول الناس تاخد فكره اكتر عن اللعبه، تحاول تدخل تقرا عن اللعبه، تحاول تدخل تتفرج. اللعبه دي لو يعني لو فهمتها تحبها جدا، ان هي بتميكس بين كل حاجه، ميكس بين الرياضه، ميكس بين الذكاء، محتاجه اي كيو، محتاجه كل حاجه تبقى شغاله معاك في ثانيه الا ثانيه. فهي من اكتر اللعب اللي بتحتاج مجهود وبتحتاج مذاكره. فانت يعني ايه مش محتاج حاجه جنب اللعبه دي. هي سن يبدا قد ايه تقريبا؟ عشان هي برده فيها شويه عنف. ممكن ولو بعد 18. طب لا لا سن يعني سن يبدا يتعلمها. لا عادي ممكن ابني او 12 سنه. 12 سنه بس سن كبير ده على فكره بالنسبه انك بتبدا رياضه. بس احنا هنا في مصر يعني احنا ممكن نبدا من اقل من كده، بس احنا عشان في مصر ممكن نبدا من 12. اوكي. ممكن بعد ذلك نصغر السن. بالظبط. براعم وغيره. دي حقيقه. عموما مش مطلوب منك غير ان انت تحافظ على نفس الشغف اللي جواك ده والاصرار ده، وان شاء الله هتوصل لحاجه باذن الله. ان شاء الله. نورتنا. نشكرك على وانا مستنيكم تنورونا، وان شاء الله في مره واحنا في ماتشات تصوروا وتشوفوا في ماتشات. فين بتتلعب يا اسلام؟ انا بنلعب هنا جنبيكم في اكتوبر. خلاص ننسقها والله مع الاعداد، وممكن ناخد كاميرا 10 الصبح في الاهلي ونصور كمان. طبعا. ممكن نعمل تقرير لو في مباراه قريبه. خلاص دان. مش كلام جميل. شكرا ليك نورتنا بجد. نشكرك على وجودك معانا. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل تاني ضيوفنا في تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.